تابع مشاهدينا الكرام شوطنا الثامن تمت انطلاقته وخاص بالقعدان. هذا الشوط الخاص بالقعدان ثامن اشواطه هنا سن الحجايق وسباق الحلف المنظم من نادي دبي لسباقات الهجن. هنا نتابع الصداره والمقدمه شاهين عمر بن مطر بن لاحج الهاجري من ياتينا على الصدارة وعلى المركز الأول شاهين، في المركز الثاني ناصر بن هزيم بن محمد المسافري، وياتي شاهين لسعيد بن فايل بن حمد الزرعي، وكذلك شاهين لسعيد بن فايل بن حمد الزرعي، وشاهين القادم لمحمد بن خويت بن بخيت العامري. وأرى تسلل هذه اللحظات من شاهين لسعيد بن سالم بن دربشة العامري، أيضا يتسلل من مركز إلى مركز في هذه اللحظات. هذه هي الأسماء المنطلقة هنا الباحثة عن الفوز وعن الناموس في شوطنا الثامن في مجريات هذه الأشواط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى شاهين ناصر بن هزيم بن محمد المسافري من غير على الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني يأتي شاهين العمر بن مطر بن لاحج الهايري، وعلى المركز الثالث شاهين محمد بن خويت بن مخيت العامري، ورابعا شاهين، خامسا شاهين سعيد بن فايل بن حمد الزرعي. هنا على المركزين الرابع والخامس هذه هي الأسماء الخمسة وأسامي قادمة أيضا تنضم إلى أيضا الأسماء المذاعة. هنا والصدارة المقدمة والمركز الأول صدارة هذا الشوط هنا، ولا زال مسيطر شاهين لناصر بن هزيم بن محمد المسافري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين لمحمد بن خويت بن بخيت العامري، شاهين من الجانب الآخر لسعيد بن فايل بن حمد الزرعي، وكذلك شاهين لسعيد بن فايل بن حمد الزرعي. ووصل هنا القادم شاهين لأحمد بن مسري بسالم بن عرضي الحميري، وشاهين العمر بن مطر بن لاحج الهايري، وشعار بن دربش القادم أيضا هنا لسعيد بن سالم بن دربش العامري أيضا. هنا عينا على المراكز الأولى، هنا نتابع شاهين محمد بن نادر بن عبيد بن مردد هنا بأول نداء أيضا قادم، ولكن الصدارة المقدمة والتغيير هنا من شاهين لأحمد بن مسري بن سالم بالعرط الحميري، من انطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا والمقدمة. المركز الثاني هنا شاهين سعيد بن فايل بن حمد الزرعي، وعاد شاهين العمر بن مطر بن لاحج الهايري من ياتينا على المركز الثالث ويتسلل بدور في هذه اللحظات. هنا المركز الرابع ياتي شاهين محمد بن خويت بن بخيت العامري، وخامسا شاهين لسعيد بن فايل بن حمد الزرعي من ياتي على المركز هنا الخامس. هذه هي النتيجة. هنا نقترب مشاهدينا ومتابعينا الكرام من الكيلومتر الأخير هنا، والصدارة والمقدمة والمركز الأول بعد الكيلومتر الأخير شاهين لأحمد بن مسري بن سالم بالعرط الحميري، من يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا المركز الثاني
ياتي شاهين عمار بن مطار بن لاحج الهايري وشاهين سعيد بن فايل بن حمد الزرعي، ومن الجانب الآخر ياتينا شاهين في هذه اللحظات. هنا شاهين حمدان بن مطار بن محمد بن دحروية العامري، وياتي شاهين لسلطان بن ناصر بن سعيد. هنا العويسي أيضا بأول الندى ما شاء الله، وشعار بالحبة القادم هنا لسعيد بن محمد بن حبة العامري مع شاهين، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول شاهين المسيطر لأحمد بن مسري بن سالم بن عرطي الحميري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين عمار بن مطار بن لاحج الهايري، هنا ثالثا شاهين سعيد بن فايل بن حمد هنا الزرعي، ولكن شاهين هنا والصدارة والمقدمة والمركز الأول يسيطر على زمام الأمور. والنقطة الثانية هنا، والتهنية لأبو حمد مسري بن سالم بن عرطي الحميري على هذا الفوز المميز لي هنا شاهين، ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني عمر بن مطار بن لاحق، المركز الثالث سعيد بن فايل الزرعي، والمركز الرابع لسلطان بن ناصر عويسي، وخامسا لسعيد بن محمد بن حب العامري.